الحلو قلنا هنعمله مع بعض هيكون اللي هو من وحي الموسم، هيكون نوع من القرع، او ممكن نستعمل البطاطا الحلوه اللي احنا عملناها بعملها وبهرسها. يعني لو تخيلنا ان انا بسويها نص تسويه وبعدين ببشرها اكن اعمل كيكه جزر، يعني فكره كيكه الجزر نفس الشيء، بس ده بيكون مستوي شويه لان ما اقدرش احطه ني. وممكن استعمل البطاطا او استعمل اللي هو بيسموها السكواش اللي هو السباجيتي سكواش، بتبقى نوع من انواع الكوسه اللي هي بتبقى حجمها كبير ولما بطبخها بتبقى معموله زي فكره السباجيتي. دي بتتعمل كيكه، فبالتالي هستعمل سكر وبيكنج باودر وفانيليا ودقيق، دول اول حاجه بعملهم. وبعدين بضيف عليهم نحط نوت البيض، بخفق البيض نفس الشيء على اساس ادخل فيهم شويه هواء، وبنحط عليهم شويه من الفانيليا، نضيف هنا هو البيض، وبعدين هحط عليهم شويه من الفانيليا وشويه سكر، نخفق دول هنا، بحط معاهم السكر والفانيليا مع شويه من البيكنج باودر، احطهم هنا على الدقيق، يعني حبه صغيرين من البيكنج باودر والفانيليا اللي هي المكونات الجافه، بنحطهم مع بعض هنا، بنخلطهم على اساس دول هنحطهم مع البيض بعد ما بنخفقه شويه. لو حابين تضيفوا نكهه ليمون، نكهه برتقال، ممكن تضيفوها. لكن احنا هنا جبنا الكيكه، قالب الكيك اللي هو شكله زي القرع، يعني هي فكره القرع، واحده ديت من تحت ودي تبقى من فوق، بنفس المكونات ممكن تعملوها في كيكه عاديه لو ما عندكمش القالب دوت، لكن احنا هنحطها جوه في القالب هنا. عبال ما الكيكه هنا ندخل فيهم شويه هواء، هنقول زي ما ابتديت الحلقه وبقول ان في بقت مسابقه من مين، يعني هنا طمطم مع الفيسبوك بتقول ان هي بتشوفني يعني في الكي جي 2، معرفش هي دخلت كي جي 2 عندها كام سنه. سالي غدير بتقول عندها كورسات لوصفات من اول ما بديت في على تلفزيون دبي، يعني دوت حوالي 8 سنين تقريبا. نوها ناجي بتتفرج عليا ومتفرج عليا وهي عمرها سنتين، معرفش عندها 3 دلوقتي ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 10 ولا 20 ولا 25 او 30. سحر ملحس، انا بشكرك جدا جدا على الرساله، هي مذيعه وابتدت البرنامج من وحي اللي احنا كنا بنعمله في البرنامج، وبقت تعمل فقره في برنامج في الراديو، وبعدين ادوها البرنامج كله، بتقول كان من اللي احنا بنعمله، وبتشرف انك انت بتدينا الشكر دوت، وان شاء الله ترجعي بالسلامه، ووعد مني اكون ضيف معاكي على الهوا في حلقه من اللي بتعمليها. هبه كمال بتتفرج عليا وهي عندها سنتين، ده اللي قلنا عليها امبارح. وافنان هي اللي فتحت الموضوع، والدتها قالت لنا امبارح انها كانت بتتفرج عليا وهي 4 سنين، بس هي دلوقتي عندها 13 وكانت في المدرسه ما قدرتش نكلمها. برجع هنا للكيكه، بحط شويه هنا من الدقيق، نهدي السرعه شويه، الدقيق اللي محطوط عليه الفانيليا ومحطوط عليه شويه من البيكنج باودر. لو حابين تحطوا شويه قرفه، دي حاجات من الحاجات اللي هي ممكن تكون مناسبه وطعمها مناسب. وبعدين بنحط القرع اللي هو بيكون مهروس شويه، بنجيب دول نخفقهم بسرعه شويه، وبعدين بحطهم في القالب على اساس القالب دوت هعملها الكيكه نفسها او الفطيره بتاعه القرع. وبعدين بنحطها نقلب كل دول مع بعض، تأكد انها ما تلزقش، فشويه صغيرين ان هو بس من ممكن الزبده، ممكن استغنى عنها خالص لو الوعاء اللي انا بستعمله ما بيلزقش. نحط شويه هنا، نصها هنا، ونحط النص الثاني هنا، نحطها في الفرن، ونقول لكم هنا دي ممكن تتقدم ازاي، عندكم اكتر من اختيار واكتر من طريقه، بسيبها على اساس دي بتعلى عشان البيكنج باودر اللي موجود فيها. الفرن بيكون 180 وبسيبها لمده 40 دقيقه، ده قلنا زي ما قلنا ممكن تستعملوا قالب كيك عادي. حطها هنا في الفرن، فرن حرارته 180، ونسيبها 40 دقيقه لغايه لما تستوي، نعمل لها الحشوه ونشوف نقدمها ازاي. بس الاول ناخد اللي بيهم وتطلعيهم وترصيهم، وان شاء الله تبقى موفقه وتعجبك باذن الله. اما الكيكه اللي احنا حطيناها في الفرن بنسيبها 40 دقيقه، قلنا نعمل لها حشوه من اللون اللي موجود هنا في الخليف، عندي هنا شويه من المشمش اللي هو بيبقى جاف، يبقى ممكن نستعمل مشمش جاف. ونفس الخلطه اللي عملناها اللي هي حطيتها جوه كان عباره عن قرع شبه مستوي، حطيته يعني عملته هنا بالمبشره سميك شويه، وانا عايزهم يبقوا مبلولين، ف نخلطهم على بعض. بستعمل كمان تمر متقطع
شويه تمر. يعني نفسه ده في حد ذاته هو حلو، مش محتاجين نعمل له كيكه. الخلطه اللي انا بعملها دي ممكن يكون حلو في حد ذاته. ودول بحط عليهم شويه هنا من العسل، خليهم يمسكوا في بعض، وبعدين ابقى نحط لهم شويه صغيرين هنا من شويه عسل، وبعدين بنحط شويه صغيرين من اللوز الحلقات. ناخد شويه لوز حلقات نحطهم عليه في الاخر على اساس قبل ما بقدمها ويبقوا مقرمشين. نقلب دول هنا اهو، خليهم هنا اهو. نجيب الطبق اللي هقدم فيه، نقطع كام قطعه هنا من الفاكهه، نحط كمثرى، عندي لونين كمثرى، نحطهم بالطريقه دي، وفي تين، نعمل تين نوت، وانا بنعمل لكم فطيره من التين، وفي شويه من البرقوق. وبعدين بجيب القالب نفسه اللي هي الكيكه اللي احنا عاملينها. الكيكه بعد ما بعملها ده بيكون الشكل بتاعها، يعني قلبتها الناحيه دي نوت، بتاخد شكل القارب اللي احنا شفناه، يعني واحده بتبقى اللي هي من فوق واحده من تحت. فبالتالي بحط ديت من تحت علشان احشيها. لو عايزين تفضوها ممكن بعد ما بتعملوها تاخدوها كده وتفضوها، او هي مجوفه فبالتالي ديت ممكن احطها هنا واحط فيها الحشوه اللي احنا عاملينها واعملها تبقى هرميه شويه، على اساس ان انا تبقى ديت حشوه بحطها. خلص من الزيادات هنا اهو. لو عايز ازود شويه من العسل دلوقتي بعد ما عملتها، احط شويه هنا من العسل، وبعد كده ناخد القطعه الثانيه ونحطها بالطريقه ديت. ولو عايزين تجيبوا قطعه من اللي هي الاناناس تحط عليها شوية سكر وتتحط بالطريقة ديت، على أساس إنها تبقى فكرة القرع، ويبقى دوت الحلو بتاعنا اللي احنا عملناه. فدوت هتبقى الأفكار اللي احنا بنقول إن هو من الفكرة اللي احنا بنعملها من الحشو اللي احنا بنعمله.